ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير دايما. وحشتوني جدا. وانت يا عم كير وحشني. وانت اكتر يا عامل جيو، ايه؟ بقالي كتير ما شفتكش الصراحة. نور الدنيا يا باشا. نورك يا غالي حبيب قلبي. قبل اي حاجة 2000 لايك. انا بفتكر، مع اني يعني يلا بس بفتكر. ويا ريت نوصل الفيديو ده 2000 لايك بعد اذنكم، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر التنبيهات عشان يوصلوا كل جديد. والنهارده فيديو جديد ومميز في سلسله بطوله تحديات المطاعم. معانا اربع مطاعم شاورما سفاحين، جبنا منهم الشاورما الفراخ. ويلا بينا نستعرض معكم اول مطعم في الشاورما الفراخ اليوم. طيب، واول حاجه معانا النهارده هو شاورمر. وجو صمم انه يبدا بشاورمر عشان كسر في اللحمه، فقال لك بس إيه؟ انت ليه بتفكر بس كسر؟ بالنسبه لي فتت الشاورما كانت ايه؟ فتت شاورما ايه، لحمه ولا كانت فراخ؟ مش فاكرين، الفيديو قديم بصراحه. فيلا بينا ندوق. انا بحاول اتذكر. لا خلاص فك، الريحه طالعه حلوه قوي يعني، بس ندوق، اهم حاجه الطعم. يلا بينا. الاسعار والوقت اللي جه فيه كالعاده هسيبه لكم تحت في الشاشه. يلا بينا ندوق. طيب، رجعنا وكيرو قاعد يتريق عليا. هو فعلا لقمة العيش سيئة للغاية يعني، مثل ما قال لي كيرو الآن. طعم الشاورما اللحم سد الحنك، بس الفراخ طعمها حلو من جوه. لا والله حلو حلو، بس هو العيش اللي رزل قوي. هو يعني مش قادر يتكلم عشان اللقمة مش عارف يمضغها. أنا عشان بعرف أكل وأبلع بسرعة فبتكلم معاكم. أنا بالنسبة لي، أو أخد حقي بقى بسرعة، الفراخ طعمها كويس مش بطال، بس قليلة جدا. مش حاسس بحاجه تانية يعني. هو العيش فعلا اللي هو يعتبر سد الحنك وحش جدا. لقمه العيش من أسوأ اللقم اللي اكلتها في حياتي. معرفش بقى، بس على ما اظن مش ما ينفعش يبقى كده على طول يعني. لا، دي على ما اظن غلطه. الشاورما الفراخ طعمها كويس بس قليله، يمكن ده اللي يتفق معايا كيرو فيه. الفكره ان بقول لك طعمها كويس مش بطال. طب وليه؟ ما هو في طعم حلو. ليه انا اكل حاجه؟ اكيد لسه معانا ثلاث مطاعم تاني غير. هنخش بقى باب شرقي دلوقتي ونشوف الدنيا عامله ازاي. انا حاسس ان باب شرقي ده بتاع خالتك، وشاورما ده بتاع عمتي، وبنتخانق كل فيديو فيه باب شرقي وشاورما. طيب، انا بالنسبه لي لا يعني، هديله على العينيه. هديله اتنين، لان طعم الفراخ كان حلو يعني. لو زود الفراخ شويه وظبط العيش بتاعه هيبقى في مرتبه كويسه بجد. فلا، النهارده هديله اتنين طبعا، لان ما استمتعتش خالص. نتكلم جد بقى. يلا انا ما استمتعتش. انا اقول ايه؟ هو وحش. انا مش هقول هو وحش. مش هتديله رقم يعني كالعاده، انت قفشت عليه. لا بلاش اقيمه. ولا شايف انه اتنين كويس يعني؟ طب خلاص، هو اتنين ده رقم. طيب خلاص، يلا بينا نخش بالمحل بتاع خالد كيرو. باب شرقي. باب شرقي رقم اتنين معانا. وده يا جماعه تاني حاجه معانا النهارده، وزي ما انتم شايفين كده يعني سندوتش جوسي لوسي خالص خالص مارس. ويعني يعني جوسي من قبل ما تدوقه يا فقر. باين قوي. والعيش كبير هندوق ونشوف. كفايه انا يا ابني بجد، لو محلاتنا، لو احنا الاثنين فاتحين محلات قصاد بعض مش هنعمل كده. يلا بينا ندوق. الله. بالنسبه للي قبليه طبعا معرفه الله، دي هندوس فيه شويه ونرجع نديك راينا. طيب، وبعد ما دوسنا شويتين في عم باب شرقي، في مميزات وفي عيوب، بس حاسس ان العيوب هتبقى اكتر برضو يعني. حتى الان لسه ما جاش المطعم اللي على هوايا انا شخصيا، ما اعرفش لسه فاكره برضو. طيب، اخذنا على عنينا احنا اللي يعني بمحل خالته ومحل عمتي الاثنين هنقفلهم قريب. لا هنا يعني الميزه الوحيده ان الساندوتش سلس كده جوسي بس، والعيش طعمه حلو. ما كطعم في طعم توم زياده قوي في التوميه، مش فاهم بصراحه. هي التوميه في حاجه مش مظبوطه. ما انا في حاجه مش مظبوطه معايا. ما انبسطتش. انا ما انبسطتش بصراحه. الحاجه الوحيده ان هو طعم الفراخ حلو، خد بالك، بس في توميه فيها توم، في ضرب في في حاجه غلط يا جماعه. في حاجه غلط. انا مش مبسوط بصراحه. ولا انا الصراحه ما انبسطتش بقى يعني. هو اساسا معاه توميه، بس احنا ما اكلناش توميه اللي معاه، والتوميه اللي جواه زياده يعني. لا انا برضو ممكن اديله 2-3. نفس التاني مش هتقيمه. واخد 4 عشان جوسي لوسي يعني، عشان بتاع خالتك. طيب، كيرو 4 وانا 3. لا مش عاجبك؟ عادي. ولا مش عاجبني الصراحه. انا الاثنين اللي فاتوا بصراحه مش عاجبني. ما اعرفش في ايه النهارده مالها في شاورما الفراخ معانا.
بس نتمنى اللي جاي يكون اسعد. يلا بينا نخش بتالت مطعم معنا النهاردة. طيب وتالت حاجة معنا هو عم بلال اللي مش عناوي يعمل عيش سوري خالص فبيعمل لنا في عيش فينو, بس هنجيبك برضو لان بجد الناس كلها كتيرة بتشكر فيه. يلا بينا ندوق, وانا شايف بصراحة قطعة شاورما شكلها لطيف, تعالوا ندوق. يلا بينا. خير. شكلي هنبسط. طيب ساندوتش بتاع عم بلال ده ابتدى يدخلني في المود شويه. الشاورما بصراحه بالنسبه لي سواها حلو قوي وفيها نسبه ليمون, هي اي نعم مزه زياده بس انا مستصغها مبسوط منها. لقمه العيش طبعا تحفه, لقمه العيش من افضل لقم العيش اللي كلتها, حلوه قوي ومنفوخه كده هشه جميله جدا بصراحه. انا ممكن اديله 7 عجبني يعني النهارده في حاجه هو عجبتني كيرو. طيب القطع الفراخ حلوه وطريه بس الليمون ده فصلني على اخر يعني اخر حاجه يعني هو امزجه الليمون بصراحه ما حسيتش بطعم التوابل او اي حاجه يعني طعم الليمون هو اللي طاغي. هو انت وشك بيقول ان انت مش عاجبك خالص. اه يعني انا حاسك كده. هو قفلني الصراحه يعني انا قاعد بمكشر. انا بصراحه بمكشر. ما ده بقى ايه المطبخ بقى المختلف هنا هنختلف انا وكيرو بقى لنا كام فيديو بنتفق. لا كفايه كده لو الليمون بس فهمني عصره ليمون وتحس بالتوابل, انما لا يعني انا حاسه يعني مش حاسس طعم الفراخ, انا حاسس بطعم الليمون فقط. انا بصراحه حسيتها جامد وحسيت بطعم الليمون اللي فيها, انا حسيت بكل حاجه. ولا يعني الساندوتش ده النهارده انا يومي ابتدى بصراحه بهذا الساندوتش. وعامه اللي جاي تقيل وشفناه قبل كده في فيديو وهو كسب معانا تقريبا في الفيديو ده على ما اتذكر. هسيبه لكم في الاي اللي فوق, كان في الشاورما اللحمه. هسيبه لكم في الاي اللي فوق لان هبقى افتكرت اكيد وانا بمنتج. ويلا بينا نخش برابع حاجه معانا النهارده. ورابع حاجه معانا النهارده طيبات الشام, وزي ما انتم شايفين كده برده عباره عن شاورما فراخ وعيش سوري. يلا وفيها مخلل وفيها توميه يلا بينا نقول. يلا هيعملها تاني هنخلص ونقول لكم. طيب النهارده من الفيديوهات اللي انا مش مستمتع 100% وغالبا كيرو يتفق معايا هو ده حلو. يعني واحلى من اللي قبليه بالنسبه لي. ده بدايه اليوم ما وبس مش بدايه يوم حلو برضه يعني عشان نبقى متفقين بدايه يوم عادي. مش افضل حاجه. انا لو اديت بلال اللي فات 7 فهضطر ادي لده 7.5 مش 8 حتى, بس عشان هو فعلا افضل من بلال. ما قصدي ان انا هعديه فوق بلال وخلاص, انما هو اصلا مش عاجبني برضو. تمام بس هو افضل من بلال. ف لا انا كجو النهارده ارشح لكم ايه, مش حاسس ان انا ارشح لكم حاجه. بعتذر لكم انا مش هرشح لكم حاجه تجربوها النهارده. نشوف رايي بجد. يعني هو العيش هنا حلو والفراخ طعمها حلوه التوميه طعمها جميل. ممكن اقول لك مش افضل حاجه بس لا الدنيا حلوه عادي يعني مش حسيت بسنه الملح. طب الزياده في اول قطمه بس. لا انا في ملوحه لغايه دلوقتي في بقي. انا عامه بحس بالملح اكتر من جو. انا حسيت اول قطمه. لا خد بالك انا في الملح برضو. لا ده انا بكره الملح جدا. اضربه انا بكره الملح جدا بقى هم عارفين. سيبوني عليها اضربه. يس يا بس فاول قطمه بس اللي كانت مملحه والباقي كانت زي الفل الصراحه. ده بالنسبه لي ايا كان. بس هو فعلا انا كده لازم انا اديله افضل من بلال لان انا اصلا ما عجبنيش بلال. وانا متفق معاك ان ده افضل سنه من بلال. بس النهارده مين افضل حد؟ يعني لو هنرشح لكم ايه تجربوه بلاش دول يعني. بلاش دول بالظبط. يعني اكتبوا لنا في الكومنتات تحت حابين في الجزء اللي جاي نعمل ايه. ده الجزء الثاني تقريبا. عامه برضو يعني حابب اقول انها ممكن تبقى يعني فرديه يعني فاهم يعني غلطات فرديه. ممكن فهم. يعني ممكن السيخ ده جه كده مثلا القطعيه دي جت كده. بس هو عامه اللي جالنا النهارده ما نرشحوش. ما نرشحوش لحد بصراحه. بس مش اكتر. بس للاسف فيديو لم يكتمل بالسعاده معنا, وغالبا ده ممكن يكون اول فيديو ولا تاني فيديو في القناه ما انتهاش بسعاده. يا ريت نوصل الفيديو ده 2000 لايك عشان احس بالسعاده. علشان احس بالسعاده بص لازم على لها مبرر. اوصل الفيديو ده 2000 لايك عشان ابقى سعيد. بس واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر التنبيهات عشان يوصله كل جديد. ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده. وكان معكم جو كرش بوي وكيرو. سلام.